السلام عليكم. في حالة احنا اون بان مابقاش عندنا السيليكون اللي مخير وحنا كنكوليو في بليكسي كلاس مع الي كوبوند، شنو غادي نديرو؟ طحنا في السيليكون مابقاش عندنا الحاجه اللي هي كاليتي، دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو واحد التجربه، غادي نشدو جوج ديال البياسات غادي نكوليوهم ابلا بحال هكا ليس سيليكون عيان كتصد كولا عيانه، وغنشدو جوج اخرين غادي نشدوهم غادي نجرحوهم بالطريقه راه ديك فيديو معلم. لو تيست اللي غادي نديرو هو غادي نشدو جوج ديال البياسات غادي نشدوهم غادي نجرحوهم بهذا الشكل. هادو غادي يتكولاو السيليكون او الكولا عيانه كاريطه طايحه، وهاد جوج غادي نخليهم بحامو كاليس وغيتكولاو وغنشوفو من بعد 3 ديال السوايع او 4 ديال السوايع شنو غادا تكون النتيجه. هادو جرحناهم بالفيسوز بالماش ديال الالومنيوم باش يجرحهم في نفس الوقت، عطينا واحد البومباج هنا تجرح بحال قلت مقعد شويه على الليس، وهادو ليس دلينا هنا السيليكون كثروا مزيان بيعوا في الجناب بارك حيد حيد ارى لينا هادي ما غاديش نوريو الماركه الرديئه باش ما ندخلوش في مساله ديال التشهير بارك 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 صافي حط هذا وحده على وحده الاخرى غادي نخليو هاد الجوج ديال لي زيسي حتى يكرمو مزيان مدة 4 السوايع ديال السوايع ومن بعد غادي نشوفو النتيجة كيفاش غادي تطلع. 3 hours later من بعد ما كرمو لينا هادو اللي درنا بهم لو تيست غادي نجيو غادي نلصقوهم انا نلصقو الاول انا والثاني انا ونعلقوا في هذه 5 لتر ديال الماء ديال الثقل وهذه 5 لتر ونشوف فين هذا طايح. هذه اليكوبوند اللي جرحناه وهذه كاع ما جرحناها بقليس ودرنا السيليكون. سير معلم سير علق لينا في هذه شوف شنو غيوقع. صافي عاود زيد الماء عمر مزيان بالماء. سير ابو حمزه علق لينا في اللي هنا الاولى شوف غادي يوقع. والو ما بغاتش طيح. سير حيدها وعلقها في الاخرى. سير ركب هذه هنا الرؤيه واضحه هات قاعد اش هذا عاود ركب في الاخرى تقم ورك على القرعه صحه هبطها صحه. هادي هي اللي مجرحة واقيلا ياك أييه وهادي ليس. دونك المغزى من هاد الفيديو عندك سيليكون مليح متحتاجش تجرح، ما عندكش سيليكون مليح ماشي مشكل غادي تضطر أنك تجرح باش البياسات كاع ما يتحلولك. فكيف كتشوف هنا هادو كلهم مخدومين بالجراح لأنه طحنا في واحد التوب عيان ماشي سليه. هادي ما مخدوماش بالجراح هاي افراج فراجيل ديال بصح نهز بيس وحده كاع ما غادي تحل يعني في النورمال هاد الهزه بهذه الطريقه هادي الله عدا واحد حمزه هادي شحال دابا ديال الوقت باش كولينا اللي هنايا كاريا ساعتين هاي ساعتين كاع ما غادي تحل كاع ما غادي تحل نهائيا لعبها كيما بغيت. بياسه شاده مزيان بالسيليكون هادي شي شاده مزيان. عندك سيليكون مليح ما تضطرش تجرح بغيت تجرح زياده الخير خيرين. عندك سيليكون عيان فانت مضطر انك تشرح مزيان اما بالطريقه اللي درت في الفيديو اما تحك بقاعد خرج. تحياتي لكم هذا هو المضمون ديال هذا الفيديو. هاد البياسه راه غادي يمشي لايطالي دونك خاص يكون كولي ديال بصح وفيني ديال بصح. شوفوا السي حمزه كي وصل بارك الله على السي حمزه.